وللحديث عن التطورات في أفغانستان وجلسة مجلس الأمن والمواقف الأخيرة من سيطرة حركة طالبان على كابل، معنا من لندن مستشار العلاقات الدولية داتوك أحمد عامر. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. حياكم الله، أهلا وسهلا، تحياتي لكم وتحياتي لمشاهدينكم الكرام. أهلا بك أستاذ أحمد. مجلس الأمن يدعو كما تعلم إلى تسوية سياسية شاملة في أفغانستان. السؤال، تسوية مع من أستاذ أحمد، خاصة وأن الطرف الآخر المدعوم أمريكيا فر من البلاد؟ هذا سؤال وجيه جدا. الذي أعلنوه في مجلس الأمن هو فعلا واقع، والذي يدرك الخريطة الأفغانية والتاريخ الأفغاني يدرك أن هذا هو الواقع. الطرف الآخر لم يفر، الذي فر هو أشرف غني. أشرف غني لم يكن له ظهير، وهو كان رئيس منتخب بلا أرضية على الأرض. الذي يدرك ويعرف التاريخ الأفغاني يدرك أن التاريخ الأفغاني كان فيه أحزاب وشخصيات كبيرة عندها أعداد كبيرة على الأرض، وهؤلاء موجود الكثير منهم، لا أقول كلهم لأن في شخصيات رحلت وشخصيات تضاءلت بسبب وجود طالبان بقوة على الأرض، لكن لا زالت موجودة. هذا هو الواقع. فعندما نرى الآن مجموعات مثل مجموعة الحزب الإسلامي التي يرأسها حزب قلب الدين حكمت يار، أو عبد الله عبد الله الذي يرث مجموعة أحمد شاه مسعود، أو صلاح الدين رباني الذي يرث مجموعة أبوه الجمعية الإسلامية للأستاذ برهان الدين رباني، وحزب الدعوة الذي لا زال يرأسه عبد الرب الرسول سياف وقواته أيضا على الأرض، يدرك أن هذا هو الواقع. فعلا يوجد مرحلة من المراحل كانوا هؤلاء يحكمون في كابل وكان الطالبان في الجبال، والآن أصبح العكس، طالبان في كابل وهؤلاء صعدوا إلى الجبال. نعم، هذا هو الواقع للأسف. ماذا عن طالبان؟ إلى أي مدى يمكن البناء على تصريحاتها بإيجاد مخرج للأزمة في أفغانستان، خاصة مع تأكيدها أنها لا تريد أن تكون في عزلة وترحب بالحوار مع الجميع؟ أظن الفترة التي مرت على طالبان على مدار 20 سنة ماضية، بالإضافة إلى الفترة التي مرت في التفاوض على موائد التفاوض في الدوحة، غيرت كثير من نظرة طالبان للواقع السياسي والاجتماعي والنظرة أيضا للمجتمع الدولي. طالبان ستحاول كثيرا أن تغير من أسلوبها في الحياة، أسلوبها في الحكم، أسلوبها في التعليم وأمور كثيرة مختلفة، ولكن هل هذا سيكفي في التعامل مع الأحزاب الأخرى المعارضة المسلحة أيضا على الأرض؟ هل هذا سيكفي لأمريكا وأوروبا ودول أخرى لكي تتعامل مع طالبان؟ أظن أن الفترة القادمة ستجيب على هذا الأمر، وإن كنت أنا أتوقع أن الأمر صعب. الأمر صعب بالنسبة لطالبان، الأمر صعب بالنسبة لخصوم طالبان الذين هم لازالوا على الأرض في الجبال وفي قرى هنا وهناك ومسلحين. أيضا الوضع صعب، رأينا تصريحات دول كثيرة اليوم في المجتمع الأمم المتحدة، رأينا تصريحات السيد بوريس جونسون في بريطانيا اليوم رئيس الوزراء، رأينا تصريحات دول كثيرة قوية جدا ضد طالبان. أقول أن الأيام القادمة ستثبت لنا كيف ستكون الأمور، ولكن ليست سهلة. نعم أستاذ عامر، في ظل يعني هذه الأوضاع التي تجري على الأرض، ما هو المطلوب أن تفعله طالبان لكي تحظى بالاعتراف الدولي؟ في نظري المطلوب أن يكون في لقاء مع كل القوى الأخرى على الأرض، وطبعا في اجتماع غدا سيحدث بين طالبان، سيعقد بين طالبان وقوى اخرى مثل كرزي الرئيس الاسبق، مثل عبد الله عبد الله وهو يعني خليفه احمد شاه مسعود ورئيس اسبق ايضا، مثل المهندس حكمت يار رئيس الحزب الاسلامي وهو شخصيه تاريخيه في الجهاد الافغاني. ستحدث هذه الاجتماعات غدا في الدوحه، ولكن هل هذا سيكفي؟ اظن ايضا هذا لن يكفي، لابد اشراك كل الاطراف، ولابد أن يكون في عمل مشترك بصورة أكبر، ولابد يكون في احتكام فعلا لرجل الشارع في أفغانستان والسماع للآخرين حتى تمضي الأمور بصورة أكثر سلاسة
برغم أن طالبان استولت على أغلب المدن والقرى وأغلب البلديات، والآن استولت على كابول بالكامل، ولكن حتى تستطيع أن تثبت أقدامها عليها أن تتفق مع هذه القوى الأخرى، صغرت أم كبرت، قوية أو ضعيفة، وحتى ترضي الكثير من المجتمع الدولي أيضا والتعامل معهم، لابد أن تقبل الآخر. هل هذا سيتم؟ نعم، لا أدري. جلسة مجلس الأمن اليوم، هل يمكن أن تكون بداية لحسن نية مع طالبان؟ بمعنى، ما المانع من إعطاء طالبان فرصة الآن وعدم الحكم عليها مسبقا؟ سؤال مهم وأنت محق جدا في هذا السؤال. للأسف الشديد نحن نرى الغرب عندما ينظر، وأغلب دول العالم تنظر للديمقراطية بنظرها هي في بلدانها هي، ولا تحترم الديمقراطية في بلداننا نحن بصورة أخرى، وهذا واقع للأسف الشديد. فهم ينظرون لطالبان أن يعني كيف هؤلاء يعملوا ذلك ويتصرفوا بهذه الطريقة، لماذا المرأة تلبس هذا الزي ولماذا التعامل بهذه الطريقة. أنا أقول أن المرأة تلبس هذا الزي عبر عقود في أفغانستان قبل طالبان وقبل وفترة الحكم الشيوعي أيضا كانت المرأة تلبس هذا الزي، هذا ليس جديد. التعامل مع المرأة هكذا في أفغانستان كما هكذا في دول عربية وإسلامية كثيرة أيضا. أنا للأسف الشديد كثير من دول العالم لن تعطي طالبان فترة كافية حتى تعبر عن نفسها وحتى تستطيع أن تبرهن عن أسلوب جديد في الحكم. هذا هيكون صعب لأن ثقافة مختلفة وعادات وتقاليد مختلفة، والغرب يريد كوبي أند بيست، كوبي أند يعني الصور بالكربون التي تريدها كثير من دول العالم لن تتأتى لا في أفغانستان ولا في دول عربية وإسلامية كثيرة صراحة. نعم، يعني ما تحدثت عنه لاحظناه، يعني أكثر الملاحظة من خلال تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بموضوع يعني أن لن تسمح بلاده بأن تصبح أو بأن تتحول أفغانستان لمعقل للإرهاب. هنا سؤال، لماذا يصر الرئيس الفرنسي بإلصاق تهمة الإرهاب بطالبان؟ سؤال وجيه جدا. طالبان التي جلست مع الإدارة الأمريكية، مع أكبر قيادات الإدارة الأمريكية من وزير دفاع ووزير خارجية وكبار القيادات الذين جلسوا مع طالبان على مائدة للتفاوض لعدة سنوات، والإدارة الأمريكية اليوم عندما يصرح جو بايدن أنه طلب شخصيا من السيد أشرف غني ومن عبدالله عبدالله الاتفاق مع طالبان ومشاركة طالبان في الحكم، فهذا يعني أن الإدارة الأمريكية بتتكلم بواقعية ويدها كانت تحترق وأصابعها كانت تحترق في أفغانستان، وجنودها كانوا يقتلون، وأنفقت أكثر من 2 تريليون في على مدار 20 عام. أما السيد الرئيس الفرنسي الذي يهاجم الإسلام ليلا ونهارا لأنه يخوض انتخابات ويرى أنه ممكن أن يأخذ اليمين المتطرف معه بسبب هذه المواقف، هذا شيء للأسف الشديد مختلف اختلاف كبير. الموقف الأمريكي يختلف عن الموقف الفرنسي. الموقف الفرنسي عدائي لمجرد العداء، بينما الموقف الأمريكي موقف واقعي بعد ما خسروا كل هذه الخسائر. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من لندن مستشار العلاقات الدولية الداتوك أحمد عامر، شكرا جزيلا لك.